عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. التواصل مستمر والانطلاقات متجددة في هذا المسار المستمر. شوطنا السابع في هذا المسار المستمر خصص القعدان المحليات لصائل سن الإذاعة مقدمة الشوط. والمركز الأول في هذا المسار إسراب مرزوق، هنا أيضا بن سالمين المنصوري مع الصدارة مع المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني الوصول من خلال تواجد العزم محسن بن غدية بن حمدان الوهيبي مع المركز الثاني. والمركز الثالث وصل في هذا المسار هنا أيضا الكاظم السهيل بن هيان بن سالم العامري. بدأ يوصل الكاظم في هذا المسار غير إلى المركز الثاني. المركز الرابع في هذا المسار وصل ايضا وتقدم النايف خليفة بن محمد بن زهر الخيلي والواصل مصيحان محمد بن عبيد بن راشد البهيري. والمتقدم في هذا المسار هنا ايضا نبه منصور بن صغير بن محمد المنصوري على مستوى المركز السادس والمركز السابع في هذا المسار. وفي هذا الابداع الكبير والمثير وصل في هذا المسار الواعي يقدم لنا الواعي عبد الله بن هلال بن طناف الراشدي. بعد يوصل في هذا المسار على مستوى المركز التاسع والمركز السابع المركز الثامن. المركز الثامن هنا ايضا التقدم من خلال توقيتين حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي على مستوى المركز الثامن. والمركز التاسع في هذا الابداع المثير والخطير الساقل سلطان بن علي بن تريم الكتيبي. اما المركز العاشر وصل هملول يقدم لنا هملول في هذا المسار احمد مبارك بن منيف المنصوري على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة للمراكز العشر الأولى المتقدمة بانطلاقة سن الإذاعة بانطلاقة سن الإبداع. أسماء قادمة شعارات منطلقة لم يحين مع دخولها حتى هذه اللحظات نترقبها في الأمتار الأخيرة والأمتار المثيرة. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذه الانطلاقة وعلى هذه الإبداعات في هذا الميدان ميدان الشيخ سلطان بن زايد للتراث حيث انطلقت هذه الشعارات انطلقت هذه الأسماء بحثا عن ناموس وانتصار هذا الشوط بحثا عن ناموس وانتصار هذا الشوط. لكن نعود إلى البداية نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول. يا سلام إسراب إسراب من سيطر كل السيطرة على صدارة هذا الشوط. مرزوق بن سالم بن سالمين المنصوري يتقدم في هذا المسار وينطلق مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الكاظم سهيل بن هيان بن سالم العامري. بدأ ينطلق بن هيان في هذا المسار المستمر وفي هذا الإبداع. ثالث المراكز وصل النايف
خليفة بن محمد بن زارة آل خيلي، وصل مع المركز الثالث. المركز الرابع العزم محسن بن غدير بن حمدان آل وهيبي، بدأ يتقدم في هذا المسار، والقادم من السلطنة من الواصل بالتحديد يوصل في هذا المسار على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس أم صيحان محمد بن عبيد بن راشد بن خليفة المهيري، بدأ يوصل المهيري في هذا المسار المستمر. المركز السادس، المركز السادس شاهين حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعية. أما المركز السابع وصل في هذا المسار وتقدم نبه منصور بن الصير بن محمد المنصوري على مستوى المركز. هنا أيضا السابع، المركز الثامن، المركز الثامن وصل في هذا المسار شعار بن حربي مع نبه محمد بن حربي بن هلال آل خيلي. آل خيلي خذوا الحيطة والحذر من هذا الشعار، خذوا الحيطة والحذر من شعار بن حربي. بدأ يوصل القادم من سياح صبرة للمشاركة في هذا الميدان والتحدي في هذا الإبداع في هذا المسار المستمر. يا سلام على هذا الانطلاق، ويا سلام على هذا الإبداع الحاضر في هذا المسار. يا سلام القادم في هذا المسار والمتقدم شعار بن تريم مع الزاجل سلطان بن علي بن تريم الكتبي في هذا المسار المستمر. هذه النتيجة للمراكز العشر الأولى المتقدمة في هذا المسار والباحث عن ناموس وانتصار هذا الشوط. نداء الثانية للمراكز العشر الأولى المتقدمة في هذا المسار والمنطلقة بانطلاقة شعارات ابن القبائل التي سارت في هذا المسار وانطلقت بانطلاقة سن الإذاعة، بانطلاقة سن الإبداع وسن المتعة في هذا المسار. يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الانفراد، شوف الانفراد، اسراب على الصدارة، اسراب على مقدمة هذا الشوط والمركز الأول في هذا الإبداع وفي هذا الانطلاقات المستمرة في هذا الإبداعات الكبيرة والمثيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، اسراب على الصدارة على مقدمة هذا الشوط والمركز الأول. يقدم لنا اسراب مرزوق بن سالم بن سالمين المنصوري، بن سالمين المنصوري يتقدم في هذا المسار مع كيلو ونصر كيلو، مع كيلو ونصر كيلو، ما يفصلنا عن العبور، ما يفصلنا عن الوصول، ولكن المنصوري، المنصوري مع صدارة هذا الشوط. مرزوق بن سالم بن سالمين المنصوري بدأ يؤكد لنا انطلاقة اسراب، بدأ يصدر الأوامر على اسراب، بدأ يصدر الأوامر على اسراب مع لائحة 1200، ما يفصلنا عن الوصول. العزم مع المركز الثاني، العزم مع المركز الثاني محسن بن غدير بن حمدان لوهيبي مع المركز الثاني، ولكن نعود، ولكن نعود مع الكيلو الأخير، مع الكيلو المثير. بدينا بالعد التنازلي مع هذا الكيلو. يا سلام، اسراب على الصدارة، مرزوق بن سالم بن سالمين المنصوري، بن سالمين المنصوري بدأ ينطلق في هذا المسار مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني، وصل العزم، وصل العزم، محسن بن غدير بن حمدان الوهيبي بدأ يوصل في هذا المسار ويتقدم على مستوى المركز الثاني في هذا المسار المستمر. بدأ يغير، بدأ يغير على صدارة هذا الشوط. بن ثعلوب مع المركز الثالث، بن زهرة مع المركز الرابع، والقادم شعار بن عويضان، القادم شعار بن عويضان مع المركز الخامس. ولكن نعود، ولكن نعود إلى العزم، إلى العزم، إلى العزم في هذا المسار وفي هذا الإبداع من لديه
لديه زوج وليتقدم، من لديه زوج وليتقدم، ولكن العزم، ولكن العزم. روح يا مالك العزم روح، ما تبقى إلا القليل، ما تبقى إلا القليل. محسن بن غدير بن حمدان الوهيبي يؤكد أن انطلاقة العزم في هذا المسار المستمر. أبناء بدية، أبناء بدية، أبناء الواصل، أبناء الواصل. سلام السلطنة، سلام سلام السلطنة، سلام. محمل على ظهر العزم محسن بن غدير بن حمدان الوهيبي، لك التحية على هذا الوز والانتصار. سلام بدية، سلام، وسلام الواصل بالتحديد إلى هذه الغبرة المركز الثاني. وصل في هذا المسار وتقدم شعار بن زهرة في هذا المسار مع نايف خليل بن حمد بن زهرة خيلي. ثالثا عند بن هنا أيضا بن ثعلوب يقدم لنا في هذا المسار المستمر بانطلاقة هنا أيضا ضيف مطر بالدحب بن خليل بن عاد المهيري. والمركز الخامس في هذا المسار أو المركز الرابع في هذا المسار المستمر يتقدم الشامخ محمد بن السهيل بن عوضان المهيري العامري، محمد بن السهيل بن عوضان العامري. والمركز الخامس، المركز الخامس هنا إذا يصل الزاقل سلطان بن علي بن تريم الكتبي. 9:31 تهانينا والناموس لمالك العزم محسن بن غدير بن حمدان الوهيبي.